السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان، عيدكم مبروك. باش تمنيتو ان شاء الله بالصحه والعافيه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوه صيبتها ان شاء الله. هذه العجينه نتاع الصابلي فيها نص كيلو ديال الطحين، فيها خماره حمراء زائد واحد خمارة دفاني، واحد ياغورت، كاس الزيت، و100 غرام الزبده. واللي بغى الكميه بزاف يدير بحال دابا كيلو طحين، جوج خمارات، يعاود يدوب المقادير. وصابلي دابا وجدنا، خرجنا من الفران، ودابا غادي نوريكم واحد الطريقه باش غنلصقهم بيناتهم. المهم المرحله ديال التزيين.